المركز الخامس فالموجودة هنا الشاهينية وسلطان بن سيف بن محمد السويدي على خامس المراكز، أما المركز السادس اللي تقدمت من الجانب الآخر هملولة هملولة علي بن خاطر بن هاشل الشامسي يتواجد في سادس المراكز، والمركز السابع عونا غثيوة علي بن عبد الله بن سعيد اليابري في المركز السابع، بينما المركز الثامن يتقدم أبو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم لنا ثمينة، والمركز التاسع وصلت شواهين سعيد بن راشد بن سعيد اليابري، أما المركز العاشر فهنا يأتي شعارك يا جبار الدحبة سالم بن الدحبة بن صقوحة العامري في هذه المشاركة، فأهلا وسهلا بكل المشاركين، أهلا وسهلا بكل المنطلقين دائما والمندفعين في انطلاقات المرموم في كل الأماكن وفي كل اللحظات وفي كل الدقائق والساعات. نعود مباشرين العمل إلى مجريات هذا الشوط ونظام التحدي كذلك والمنافسة، ولكن هنا يأتي بمروشد ليتقدم من جديد في هذه المشاركة. يا سلام يا رسالة، حملت الرسالة، حملت الرسالة السامية بالتنافس حميد بن خليفة بن مروشد السبوسي على صدارة هذا الشوط، على تقدم هذا الشوط لتحمل الرسالة الأخرى بعد التوقيت الزمني الأفضل الذي تسجل مع هذا الشعار. يأتي هنا أو تأتي رسالة لتسير لتغامر في هذه الانطلاقة بكل قوتها واندفاعها حاملة هذا الشعار الخطر في هذا اليوم، بينما المركز الثاني هنا تواجد العبور في المركز الثاني لتعبر كل الأسماء، وحمدان بن معضد بن محمد المزروعي يتواجد على المركز الثاني، أما المركز الثالث فيأتي بن رشيد مع هملولة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ليتقدم مع هملولة، والمركز الرابع نصل إلى شعار بن خاطر الشامسي ويقدم في هذه اللحظات هملولة الأخرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي، أما المركز السادس انتقال مشاهدين أو المركز الخامس النقل على المركز الخامس وإلى الشاهينية سلطان بن مسيف بن محمد السويدي هنا في المركز الخامس، المركز السادس شعار اليابري يسير مع غثيوه علي بن عبد الله بن سعيد اليابري يتواجد في المركز السادس. مشاهدين الكرام المركز السابع وصلتنا من الجانب الآخر هذه ثمينة، ويأتي مسري بن سالم بالعرطي الحميري في المركز السابع، أما المركز الثامن هذه حماية راشد بن المر بن حلوة يتقدم نحو المركز الثامن مشاهدينا الكرام، وإلا المركز التاسع وصلت شواهين سعيد بن راشد بن سعيد اليابري، وإلا المركز العاشر من الجانب الآخر هناك في تقدم لهذا الشعار، ومن خلال هذه اللحظات هذه الظبي ناصر بن سعيد بن سالم العمري اللي تواجد على المركز العاشر. هذا ندانا الثاني إذن مشاهدين الكرام في الأسماء المنطلقة، الأسماء أكيد اللي قامت في هذا الشوط وراحت للتنافس، راحت للتحدي والمشاركة في أجواء هذا الشوط لتنعم أكيد بلا شك بمنافسة قوية ومنافسة شديدة، ولكن أعود إلى رسالة لأن هنا مربط الفرس مع هذه الرسالة، رسالة لا زالت على المركز الأول متقدمة مشاهدي الكرام، حميد بن خليفة بن مروشد السبوسي على صدارة هذا الشوط، المركز الأول والمسيطرة والمنفرد انفرادة كلية عن بقية المراكز، تقريبا 100 متر تفرقها عن الجميع، وهنا شوف اللقطة الذي يعني يابها لنا مخرجنا من خلال هذا التواجد، نشوف المسافة بعيدة والنية بعيدة أكيد بالتحدي والمنافسة، بينما إلى المركز الثاني سعيد بن خليفة بن رشيد يقدم لنا هملولة لتحتل المركز الثاني، والمركز الثالث هناك العبور، يلا عبري العبور، نشوف العبور حمدان بن معضد المزروعي يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يصل اليابري أيها الحبل الكريم ليقدم غثيوة علي بن عبد الله اليابري في المركز الثالث، لكن هنا بدأ الآن التحرك، بدأ التحرك ما شاء الله بين الإخوان المضمرين، محرك يا محرك
حرك حرك اللي بتحرك. اشوف المركز الثالث هناك العمري يتواجد في المركز الثالث مشاهدينا، الا عزاء غير الى المركز الثالث الان من خلال هذه اللحظات. العمري العمري ناصر بن سعيد بن سالم العمري، ولكن اشوف اسماء جديده وصلت، اسماء جديده وصلت. هذه السايحه علي بن عبيد بن سعيد السبوسي واصل، هذا المركز الثاني، هذا المركز الثاني. المركز الثالث هناك تغطيه احمد بن خليفه بن رشيد السويدي يحتل المركز الثالث، والمركز الرابع عندك يا العمري. هذه النتيجه للاربع المراكز الاولى، لكن لا زال السبوسي، لا زال بن مروشد، لا زال حميد بن خليفه بن مروشد يتقدم ليقدم رساله في ملتقى هذا الشوط. تجاوزت رائحه ال 1200 وهي بدون منافس على الاطلاق، واكيد قدم لنا بلشه في مستوى انطلاقاته سباق هذا الصباح في الشوط السادس. لتبلشنا مع التوقيت، تبلشنا مع التحدي، التوقيت 6:29 ثانية، ولكن وين اللي بتروح الرسالة؟ بتروح رسالة، هل بتجيب التوقيت نفسه ولا بتحطم توقيت خطه؟ عموما على كل حال نشوف المساحة كبيرة، مساحة كبيرة، والتعليمات ما صدرت، التعليمات ما صدرت بدون أي منافس، ما شاء الله تغطية كاملة، راحت بها رسالة إلى المركز الأول، وأكيد رسالة تبثها من خلال مستوى وملتقى هذا الشوط، ملتقى هذا الشوط الجميل، ملتقى هذا الشوط الأصيل الأصيل، حميد بن خليفة. مشاهدينا الكرام بن مروشد على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني يحاول علي بن عبيد بن مروشد السبوسي في المركز الثاني، ولكن خلاص الأمور مشاهدينا الكرام، والطيور طارت برزاقها، طارت وتقدمت، طارت وتقدمت رسالة لتبحر في ناموس هذا الشوط، وحيدة مغردة على المركز الأول، مغردة دائما على منصة التتويج، على منصة الاحتفال، لتسير مشاهدينا الكرام، ليضيف هذا الشعار نقطة ثانية في صباح هذا اليوم، نقطة ثانية في هذا الصباح المميز، الصباح الأصيل، الصباح الجميل، لتحمل لنا مشاهدينا الكرام من خلال تحدياتها وانطلاقها. ما شاء الله تبارك الله، ها هي أمامكم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء من خلال الانطلاقة والتواصل. تهانينا لبن مروشد للمرة الثانية في انطلاقات هذا الصباح، هنا لحظات وصول رسالة بدون أي منافس على الإطلاق، بدون أي تعليمات بدون أي توجيهات، تصل لخط النهاية معلنة الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز، لتسجل كذلك أفضل توقيت في صباح هذا اليوم. المركز الثاني هنا يأتي شعار بن خيلة، نابت محمد بن خيلة العامري قدم العين. المركز الثالث علي بن عبيدة بن مروشد. المركز الرابع عندك ناصر يا العمري، ناصر بن سعيد العمري. والمركز الخامس، المركز الخامس عندك يا بن رشيد، هاي تغطي أحمد وخليه بن رشيد السويدي. عموما على كل حال توقيتنا الزمني راح، توقيتنا الزمني روح، وها هي مشاهدينا الاعزاء اللي قدمت هذا التوقيت بدون اي تعليمات واي توجيهات، وتسع دقائق 13 ثانيه جزءا وحيدا من الثانيه. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا بن مروشد حميد بن خليفه بن مروشد السبوسي، مشكور يا بخيت يا بن عيلان على هذا الاداء الجميل المميز اللي قدمته لنا رساله. المركز الثاني كانت العين واصله نابت محمد بن خليفه العامري، حيث قطعت المساواه مشاهدينا الكرام في توقيت زمني مقداره. نشوف التوقيت الزمني حيث حلت المركز الاول مكرر الناموس، 9:29 ثانيه وحيدا من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اما المركز الثالث كان مشاهدين الاعزاء التواجد من خلال السائحه علي بن عبيد بن مروشد، 9:29 ثانيه 8 اجزاء من الثاني توقيتها الزمني. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة.